عايز اقول لحضراتكم حاجة اسعدتني جدا جدا جدا. تخيلوا لما انت في مصر تعمل حاجة والحاجة دي العالم ياخدها كنموذج ويدرسها ويحللها ويتعلم منها عشان يشتغل عليها، قد ايه تبقى فرحتك، قد ايه سعادتك بان انت بقيت ملهم للعالم وبتقدم نموذج. زمان كنا طول الوقت بنتفرج على العالم بيعمل ايه ونتعلم منه، ومش عيب، لكن كنا دايما ما عندناش حاجة نديها للعالم. انا بكلمكم دلوقتي عن بطولة كأس العالم لكرة اليد اللي مصر نظمتها خلال الاسابيع اللي فاتت وانتهت يوم 31 يناير الماضي. البطولة دي ما كانتش مجرد بطولة رياضية، لا، دي كانت ملحمة عملتها الدولة المصرية كلها في تقديم نموذج للعالم ازاي تنظم بطولة كبيرة على مستوى كأس العالم لكرة اليد، تستضيف فيها 32 منتخب بالبعثات الرياضية، بالصحفيين، بالإعلاميين، بالفرق الطبية، بالمرافقين، بكل الليلة الطويلة دي. ومش بس بتعملها كده بإنجاز وإبداع وامتياز، لا، ده انت بتعملها في ظرف العالم كله مرعوب ومؤجل كل نشاطاته وفعالياته بسبب الوباء بتاع كورونا اللي مخلينا كلنا حاطين ايدينا على قلبنا. عملنا نظام رياضي صحي فيه عنصر الفنيات على اعلى مستوى، والتنظيم على اعلى مستوى، والامان الطبي والصحي كمان على اعلى مستوى. الحمد لله الحمد لله، البطولة ابتدت وانتهت ومفيش واحد من كل البعثات الرياضية الحمد لله اصيب بفيروس كورونا، كلهم رجعوا بلادهم سالمين غانمين معافين الحمد لله، وكلهم اشادوا وشكروا في التجربة المصرية. ليه بقول لكم ان تجربتنا دي ملهمة وعلمت العالم؟ تخيلوا انه نجاح مصر في اجتياز هذه البطولة بسلامة خلت دولة اليابان، انا بكلمكم عن مين؟ اليابان اللي ياما ابهرتنا وياما علمتنا. اليابان دلوقتي قاعدة بتدرس تطبيق التجربة المصرية اللي عملناها في بطولة كأس العالم كرة اليد وموضوع الفقاعة اللي هو البابل في اولمبياد طوكيو اللي المفروض تتعمل في صيف هذا العام في شهر اغسطس باذن الله من عام 2021. انتوا عارفين ان اولمبياد طوكيو هي المفروض اسمها كده اولمبياد 2020، كانت تقام العام الماضي بس تم تأجيلها للعام الحالي اللي هو 2021 بسبب جائحة كورونا. وكان في تفكير لحد الشهر اللي فات، لحد شهر يناير، في انه كمان احتمال تتأجل تاني عشان اليابان خايفة من استضافة هذا العدد الهائل على ارضها والمنافسات الرياضية وبتاع بسبب ان كورونا لسه ما انتهتش. بطولة كأس العالم لكرة اليد طمنت اليابان شوية، والتصريحات الرسمية اللي طالعة من المسؤولين اليابانيين انه لا والله التجربة المصرية في انجاح كأس العالم واجتيازه بنجاح طمننا شوية، وابتدينا ندرس مصر عملت ايه عشان نطبقه بحذافيره في استضافة البعثات الرياضية في اغسطس هذا العام في اولمبياد طوكيو. انا عايز اقول لكم سمعت هذه التصريحات وسمعت هذا الخبر راسي ارتفعت لفوق، ان احنا دلوقتي قادرين على ان احنا اللي نبدع والاخرين يتعلموا من ابداعنا. حاجة في منتهى الروعة بنشكر عليها الدولة المصرية، ان الدولة المصرية كلها ساهمت في انجاح هذه البطولة. بنشكر عليها وزارة الشباب والرياضة اللي عملت مجهود رائع، وبنشكر عليها طبعا كأس العالم قصدي الاتحاد المصري لكرة اليد اللي عمل كمان تنظيم ولا اروع بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة. ومبارح حصل اجتماع اللي هو بقى العرسان بتوع الفرح اجتمعوا لتبادل التهاني وتبادل الشكر على التعاون المثمر الرائع اللي حصل ما بين الجهات الثلاثة. حصل اجتماع ما بين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. الاجتماع كان للتهنئة وتبادل الشكر ولتوزيع الهدايا والتعبير للصحفيين ووسائل الاعلام عن الثمار والنتائج الممتازة اللي حصلت نتيجة التعاون المثمر ما بين الاتحاد الدولي وما بين الجهتين الحكوميتين في مصر الناجحتين جدا، وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة. وادي بعض الصور من الاجتماع الثلاثي والقامات الثلاثة، الدكتور حسن مصطفى، الدكتورة هالة زايد، الدكتور اشرف صبحي. معنا على الهاتف الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير عليك يا أستاذ تامر وعلى كل السادة المشاهدين. تحياتي لشخصك الكريم ولكل الزملاء الأعزاء في الوزارة.
خالص تحياتنا وتقديرنا لحضرتك برضه يا فندم، وللمجهود الكبير اللي انت بتعملوه وإلقاء الضوء على كل أنشطة وزارة الشباب والرياضة. شكرا جزيلا. اعتقد الاجتماع امبارح كان في زي التوصيف اللي انا وصفته كده، كان لتبادل التهاني والشكر على المنظومة الرائعة اللي حصلت في الثلاث جهات، وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، ومعاهم طبعا الاتحادين المصري والدولي لكرة اليد. طبعا خليني ابدا من البدايه خالص. يمكن مصر بالفعل بقى عندها تجربه فريده جدا في تنظيم الاحداث العالميه خصوصا في المجال الرياضي، ولكن لو اتكلمنا في ظل ظروف استثنائيه صعبه جدا في وجود جائحه كورونا، وان احنا نستضيف 31 دوله بالاضافه لمصر الدوله المنظمه لبطوله العالم لكره اليد رجال رقم 27، لا لازم نقف كتير هنا. هنا في إيمان كبير من الدولة بقيمة الرياضة. صحيح. ودعمها الكامل للمنظومة الرياضية. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي آمن بالرياضة فاعتبرها أمن قومي، وكانت هذه هي النتيجة اللي احنا فيها دلوقتي. وإشادة العالم كله بتنظيم مصر لهذه البطولة ونجاحها في استضافة بطولة كبرى، أنا بعتبرها تاني أكبر بطولة بعد كأس العالم لكرة القدم. طبعا. هي بطولة العالم لكرة اليد، اللعبة الشعبية الثانية. مظبوط. مصر بالفعل أصبحت قبلة الاتحادات الدولية العالمية. مصر بالفعل أصبحت جاذبة لكل الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية. الحمد لله. ده واقع. لا، والشيء المفرح جدا الاخبار اللي انا سمعتها فعلا على انه المسؤولين عن تنظيم اولمبياد طوكيو في اليابان بيدرسوا التجربه المصريه، وان ادتهم اطمئنان على امكانيه اقامه البطوله في موعدها في اغسطس. ده حقيقه فعلا. وامبارح كمان كان في تصريح مهم جدا لتوماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه، واللي اشاد بجهود الدوله المصريه في تنظيم هذه البطوله ونجاحها الملفت للنظر والمبهر. مش بس كده، لا ده من افضل البطولات التي تم تنظيمها في تاريخها. صحيح. بطوله العالم لكره اليد واللي اتنظمت في مصر في الفتره من 13 ل 31 يناير. طب ما تبخلوش عليهم بقى يا دكتور، لو اليابانيين طلبوا مساعدتنا ما تبخلوش عليهم يعني بالمساعدات والمعلومات وبالخبرات الفنيه طبعا كمان. هو شعب ذكي، ويمكن جم يوم 3 يناير قبل البطوله ما تبدا ب 10 ايام. كان عندهم ماتشين وديين مع مصر، وكمان عشان يطلعوا على التجربه ويشوفوا مصر عملت ايه، وينقلوا نظام الفقاعه الطبيه اللي من خلالها ان شاء الله هتكون متواجده في اولمبياد طوكيو صيف 2021. طبعا كل الشكر لوزاره الصحه دكتوره هاله زايد والمجهود الكبير اللي بذل من خلال وزاره الصحه بالتعاون مع اللجنه الطبيه لهذه البطوله، وكمان كل الشكر والتقدير للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي للجنه الاولمبيه الدوليه، هذا الرجل الوطني الخالص. صحيح. صحيح. والاحترام. وكمان الحقيقه الشكر للاتحاد المصري واللجنه المنظمه لكره اليد، عملوا مجهود رائع الحقيقه. طبعا طبعا. الاجتماع اللي عقد امس في مقر وزاره الصحه بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، كان كمان جاي من منطلق النجاح اللي تم تحقيقه، فكان لازم يكون هناك رؤى متبادلة، وكمان مش عايزين نقول تهاني ولكن تأكيد على هذا النجاح عشان عندنا بطولات أخرى قادمة إن شاء الله في هذا وده العالم. وده نتيجة أي تعاون مثمر وجهد محترم، لازم النتيجة تبقى معادلة النجاح اللي احنا شفناها دي يا دكتور. حقيقي. وكمان مش عايزين ننسى بقية الوزارات، احنا عندنا ما يقرب من 17 وزارة شاركت في صحيح. هذا المونديال. هي كانت منظومة محترمة جدا يعني. مش عايزين ننسى وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة السياحة والآثار، لا مش عايزين ننسى أسامي كتيرة. كله اشتغل، كله اجتهد، كله تضامن وتضافر من أجل نجاح هذا العرس الرياضي العالمي الكبير. طيب دكتور، كان في لقاء للسيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي مع النواب في البرلمان، وكان بيتكلم عن ملف الشباب والرياضة وكلم عن أشياء كثيرة، بس أنا واقف قدام بعض التصريحات اللي قالها الدكتور أشرف صبحي فيما يتعلق بأنه ربما نحن مقبلون على بعض التعديلات في قانون الرياضة، وده ملف الحقيقة يهمنا كلنا كمصريين ومتابعين للشأن الرياضي، لأنه فعلا التقنين للمشهد الرياضي تأخرنا فيه كثيرا، ومحتاجين ترتيب البيت ودخول على عصر جديد من الآليات والقوانين والتشريعات الرياضية اللي تدفع الرياضة المصرية للأمام.
مهم جدا في ظل التطور الكبير اللي بتعيشه الحركه الرياضيه المصريه، لازم يبقى هناك دراسه شامله غاصيه لتعديل القوانين الخاصه بالمجال الرياضي. مش عايزين نخوض فيها كتير غير لما تظهر للنور ونشوف ايه اللي تم من التعديل. لكن انتوا شغالين عليها بشكل جاد في الوزاره؟ طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مش بينام، شغال على تطوير قانون الرياضه، شغال على تطوير كافه الامور الخاصه سواء بالمجال الشبابي او بالمجال الرياضي بما يتواكب مع التطور الحادث بالفعل على مستوى على مستوى الحركه الرياضيه العالميه مش بس كمان المحليه. دكتور اشرف صبحي كمان، وانا سعيد بالحقيقه بالشفافيه اللي هو بيتكلم بيها في التصريحات سواء في وسائل الاعلام او حتى امام النواب، اتكلم واعترف بان هناك بعض المشاكل الحقيقيه اللي موجوده في مراكز الشباب اللي لازم نتصدر لها ونحلها بشكل جذري. ده حقيقه، مع زي ما عندنا حاجات ايجابيه ومضيئه اكيد عندنا في بعض السلبيات اللي لازم نتصدى ليها في مراكز الشباب. طورنا ما يقرب من 4330 مركز شباب على مستوى الجمهورية وتم تحويلهم لمراكز خدمة مجتمعية. أي. ولكن هناك بعض مراكز الشباب اللي فيها قصور كان لازم لابد نتصدى ليها. يمكن كان في مركز شباب في ميت غزالة في محافظة الغربية تم رفع الأمر مباشرة، كان المركز فيه يعني مش كامل، يعني حتى كان فيه عنوان نازل عليه على طريقة التجربة الدنماركية مركز أي. شباب مهدر بشكل كبير جدا، يعني سواء على مستوى المنشآت او حتى على مستوى الانشطه، ما فيش انشطه بتمارس. صحيح. يعني على طول تم تشكيل لجنه ونزلت وتم رفع الامر مباشره للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكمان بالتعاون مع محافظه الغربيه لتطوير هذا المركز والوقوف عند الاسباب الخاصه بتدهور هذا المركز. وقف على كده عدد من مراكز الشباب في مختلف المحافظات، طبيعي ده موجود، ولكن احنا بنرصد كل مراكز الشباب اللي ما فيهاش تطوير عشان نقدر نطورها ونحولها لمراكز خدمه مجتمعيه. اعتقد كمان كان في لقاء مهم مع معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم حول نفس الموضوع وكيفيه تعاون الوزارتين في تطوير مراكز الشباب بانشطه ثقافيه وتعليميه وطبعا رياضيه. ده لقاء مهم جدا عقد امس بمقر وزاره التربيه والتعليم، واللي ناقش اليات العمل لاعداد مدارس في مراكز الشباب في القرى التي لا يتوافر فيها مدارس، وكمان توفير اصول ذكيه علشان نقدر نستغل المدرسه في الفتره الصباحيه وكمان في الفتره المسائيه بالتعاون كمان او كمان استغلال مراكز الشباب في هذا الامر من خلال مبادره حياه كريمه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادره مهمه جدا واللي هنستغل من خلالها عدد 50 مركز شباب على مستوى الجمهوريه لاقامه مجتمع خدمي يضم فصول ومدارس ذكيه. ممتاز. دكتور محمد فوزي انا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله وعلى هذه المعلومات، وان شاء الله النتيجه تبقى مفرحه في المستقبل القريب باذن الله. عايز اقول لحضراتكم بجد انه حاجه تشرف، تخيلوا كده لما تقروا العنوان كده انه اليابان تستفيد وتتعلم من التجربة المصرية. اشي خيالي يا ناس. هنروح لتقرير عن لقاء وزير التعليم مع وزير الشباب والرياضة حول تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ومحاولة انشاء وتطوير بعض المدارس وبعض مراكز الشباب في القرى الاكثر احتياجا. تقرير ومنه الى الفصل. تفعيلا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام الوزارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل بحث سبل التعاون للاستفادة من الأراضي والمباني الموجودة بمراكز الشباب في 50 مركزا من المراكز المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة لإقامة مجتمع خدمي يضم فصول مدارس ذكية، وذلك تماشيا مع خطط الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير مدارس ومراكز شباب في مختلف القرى المصرية وتوفير المساحات اللازمة للبناء في القرى المحرومة. وأكد وزير التعليم أهمية التعاون بين الوزارتين في تحديد الأسلوب والنماذج المناسبة للخدمات التي سيتم تطويرها ضمن المبادرة، فيما أكد دكتور أشرف صبحي أن مبادرة الرئيس
الحديث تستهدف توجيه كل طاقات المجتمع لخدمة الشباب المصري على كل المستويات المختلفة، سواء تخطيط أو تعليمي أو رياضة أو مهني، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تفتح آفاق المستقبل للشباب المصري، وأن مراكز شباب مصر تستقبل شبابها في مبادرة حياة كريمة في كل محافظات الجمهورية. وناقش الاجتماع آلية العمل لإعداد مدارس في مراكز الشباب في القرى التي لا تتوافر فيها مدارس وتوفير فصول ذكية بها، بحيث يستغل كمدرسة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية يعمل كمركز للشباب، وإعداد المدارس التي توجد بالقرى واستخدامها كمراكز شباب، وتطوير المبنى ليصلح لممارسة الأنشطة الرياضية، وتوفير مساحات للقرى المحرومة لإنشاء مجمع جديد يضم مراكز خدمات متكاملة به مدرسة ومركز شباب. يذكر أن مشروع حياة كريمة يبدأ بتنمية المراكز الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في 50 مركزا على مستوى 20 محافظة، ويشتملون على 1391 قرية، بالإضافة إلى 11.88 عزبة وتوابعها. إسراء سعد، آخر النهار.